ونبدأ أولى فقراتنا زي ما احنا متعودين بالأخبار. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع، الاجتماع ده تابع فيه مستجدات عدد من المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية. وجه سيادته بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية، وكمان تعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية والتوسع في برامج السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان وتعميمه على مستوى الجمهورية. كمان امبارح سيادة الرئيس استقبل وزير خارجية لاتفيا أدجرس راتكوفيتش، وأكد سيادته الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع لاتفيا واستمرار التنسيق بين البلدين فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية جمهورية لاتفيا أدجرس راتكوفيتش، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة وزير خارجية لاتفيا إلى مصر، طالبا سيادته نقل تحياته إلى كل من رئيس جمهورية لاتفيا ورئيس الوزراء، ومؤكدا الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع لاتفيا واستمرار التنسيق بين البلدين فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب وزير خارجية لاتفيا عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مؤكداً حرص بلاده على دفع أوجه التعاون المشترك مع مصر، خاصة في ظل دورها المحوري في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط والقارة الإفريقية. ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي، حيث أعرب السيد الرئيس عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات اللاتفية في مصر والتطلع لتكثيف التعاون، خاصة في المجالات التي تمتلك فيها لاتفيا خبرات متميزة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية والأوروبية، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتي تفرض التنسيق والعمل بين الجانبين للتوصل إلى حلول فعالة لتلك التحديات من خلال رؤية مشتركة. كما تم التباحث وتبادل الرؤى بشأن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس مصطفى صياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. الاجتماع تناول متابعة مستجدات عدد من المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية. وقام الفريق أسامة ربيع في هذا الإطار بعرض تطورات مشروعات الاستزراع السمكي التابعة لهيئة قناة السويس، خاصة ما يتعلق بأعمال تطوير مكونات البنية الأساسية لتلك المشروعات من أحواض ومحطات مياه ومصانع أعلاف وتغليف، والتي تهدف إلى إنتاج الأسماك عالية الجودة وسد الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد، فضلاً عن تنمية أراضي منطقة قناة السويس وسيناء وتكوين مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص العمل للشباب. وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر، مشدداً سيادته على أهمية عامل حسن الإدارة والاستعانة بالخبرات المتخصصة بما يساعد على تحقيق الاستفادة القصوى المخططة للإنتاج كماً ونوعاً. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الزراعة والخاصة بتنمية الثروة الحيوانية بكافة محاورها وبالتكامل مع تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، حيث عرض السيد القصير وزير الزراعة جهود استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية والتي تعتمد بشكل أساسي على تطوير السلالات المصرية بالتهجين مع السلالات العالمية عالية الإنتاج من اللحوم والألبان وتوطين تلك السلالات المهجنة وما يستتبعه ذلك من إنشاء منظومة متكاملة من البنية الأساسية الخاصة بالإنتاج والاعتماد على أحدث الأساليب الخاصة بمراكز التلقيح الصناعي على مستوى الجمهورية، إلى جانب خطوط التحسين الوراثي
لتنمية الثروة الحيوانية. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية لما لها من مردود اقتصادي ومالي مباشر لصالح المربين والمزارعين والارتقاء بدخلهم، خاصة ما يتعلق بالتوسع في برنامج سلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان وتعميمه على مستوى الجمهورية، نظراً لأن هذا القطاع يمثل أحد أهم عناصر الأمن الغذائي ويلبي احتياجات المواطنين ويحقق معدلات التوازن في الأسواق بين الإنتاج المحلي والاستيراد. كما اطلع السيد الرئيس على جهود وزارة الزراعة لتطوير محطة الزهراء العريقة للخيول العربية المصرية الأصيلة باعتبارها واحدة من أشهر مزارع الخيول الأصيلة في العالم والتي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية، موجها سيادته بالاستمرار في تعزيز جهود تطوير محطة الزهراء بهدف تعظيم الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول الأصيلة. ومن أخبار مؤسسة الرئاسة نروح لأخبار قواتنا المسلحة. امبارح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بجمعة عناد سعدون وزير الدفاع العراقي والوفد المرافق له، وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقتها الراسخة مع العراق وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد جمعة عناد سعدون وزير دفاع جمهورية العراق والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت لهم مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدولتين الشقيقتين. وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية العراق وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية العراق بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير العراقي والملحق العسكري لجمهورية العراق بالقاهرة. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك فيصل 12 بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية والسلاح الجوي الملكي السعودي، واللي استمرت فعالياته لعدة أيام بالسعودية. والتدريب بيأتي في ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية المصرية والسلاح الجوي الملكي السعودي لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك فيصل 12 بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية والسلاح الجوي الملكي السعودي، والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، والذي يأتي في ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية المصرية والسلاح الجوي الملكي السعودي لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين. وتضمنت المرحلة الختامية شرحاً مفصلاً عن مراحل الإعداد والتخطيط للأنشطة والمهام التدريبية المخططة، كما نفذت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين عدداً من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية.
وأظهرت المرحلة الختامية المستوى المتميز والاحترافية العالية الذي وصلت إليه العناصر المشاركة بالتدريب ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين، بما يمكنها من تنفيذ عمليات القتال الجوي المشترك بكفاءة واقتدار. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية. لسه مستمرين في أخبار القوات المسلحة، لأن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صد على الإعلان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من البنين، وده للمرحلة الإعدادية والثانوية بالمدارس العسكرية الرياضية بكل من المنيا والإسماعيلية والإسكندرية والمستقبل التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة للعام الدراسي 2022-2023 طبقا لشروط القبول بكل مرحلة. بوسعك أن تجتاز الصعب إذا امتلكت الإرادة، بمقدورك أن تقهر المستحيل إذا قررت أن تنهي طريق الألف ميل، أن تستثمر موهبتك الرياضية وقدراتك البدنية. بإمكانك الآن أن تصبح بطلاً على منصات التتويج الأولمبية والعالمية، فتحفر اسمك وترفع علمك وتصبح رمزا خالدا لوطنك. من هنا، من المدارس العسكرية الرياضية للقوات المسلحة قلاع الأبطال، 4 صروح رياضية تغطي كافة محافظات الجمهورية تهدف إلى رعاية الموهوبين رياضيا ليصبحوا في المستقبل القريب أبطالاً أولمبيين قادرين على حصد أرقى الميداليات في كبرى المنافسات الرياضية الدولية. جيل جديد من الرياضيين المؤهلين على أيدي أكفأ المدربين والخبراء الرياضيين وفق أرقى النظم العلمية الحديثة في مجال التدريب. اهتمام مماثل بالتأهيل الدراسي وفق مناهج وزارة التربية والتعليم عبر كوكبة من خيرة المعلمين، منشآت تعليمية ورياضية وبرامج تدريبية تضاهي أفضل المستويات العالمية في الدول الأكثر تقدماً، رعاية طبية متقدمة، الطريق لتحقيق حلمك الأولمبي يبدأ من هنا، وأنت تملك الاختيار. بادر بالانضمام لقلاعنا الرياضية. يمكنك الآن سحب ملفك والتعرف على شروط الالتحاق عبر موقعنا الإلكتروني أو من خلال مكاتب التنسيق بالمدارس العسكرية أو عبر أقرب مكتب مستشار عسكري في محافظتك. المدارس العسكرية الرياضية للقوات المسلحة، قلاع الأبطال. كمان الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2022، واللي هيتم استقبالهم اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22/6/2022. إدارة نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة افتتحت فندق جويل إن المنصورة، وده بعد الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية بأحدث المعايير الفندقية العالمية، وده في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة المنشآت الفندقية والخدمية بالقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية. كمان امبارح كان في مجموعة من الأخبار المهمة، زي الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة جهود التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة وزيادة الاستثمارات المشتركة، وكمان متابعة الخطط الاستراتيجية لاستخراج خام الفوسفات وتعظيم الإنتاج منه.
في مجموعة مهمة من الأخبار اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة جهود التعاون مع الإمارات وزيادة الاستثمارات المشتركة. أشار رئيس الوزراء إلى المشروعات اللي تم طرحها خلال زيارته الأخيرة لدولة الإمارات وضرورة العمل على سرعة الوصول لصياغة الاتفاقيات حول تلك المشروعات وسرعة تنفيذها على أرض الواقع. كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع تابع فيه الخطط الاستراتيجية لاستخراج خام الفوسفات وتعظيم الإنتاج منه وجذب الاستثمارات الخارجية في هذا القطاع، وأكد رئيس الوزراء أهمية تحقيق أعلى معدلات الإنتاج في الفترة الحالية في مجال استخراج خام الفوسفات والاستفادة بصورة أكبر من الثروات الطبيعية التعدينية من أجل دعم الاقتصاد الوطني. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجزء الأول من سلسلة فيديوهات مصر من هنا تبدأ الرحلة، واللي بتهدف إلى إبراز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية تمتلك الكثير من المقومات السياحية المتنوعة. الفيديو ركز على تصنيف مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم لعام 2022 وفقاً لCNN Travel، إلى جانب فوزها بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم عام 2021 وفقاً لمجلة دايف البريطانية. امبارح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت على أنه رغم الظروف الاستثنائية لكن هناك تركيز على إنهاء المشروعات الاستراتيجية، خاصة مشروعات مبادرة حياة كريمة اللي بتعمل على تطوير الوضع التنموي بكافة القرى المصرية. نروح لجولة المحافظات اللي معنا فيها مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات الجمهورية المختلفة، ومنها توريد 208 ألف طن قمح للصوامع والشون بنسبة بتقدر ب 90.5% من المستهدف في محافظة بني سويف. كمان تنظيم ملتقى توظيفي لتوفير 500 فرصة عمل بالقطاع الخاص، وأخبار تانية من الإسكندرية وبورسعيد وكمان البحيرة هنتابعها في التقرير التالي. محافظات مصر حصل فيها أخبار كتيرة امبارح، البداية من بني سويف اللي أعلن فيها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إن إجمالي الكميات الموردة من بداية الموسم من محصول القمح وصل ل 208 ألف طن بنسبة 90.5% من إجمالي المستهدف توريده بنهاية الموسم والمقدر ب 230 ألف طن. في بورسعيد أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح زراعة أكثر من 100 قرنية باستخدام أحدث الطرق والتقنيات العلاجية بمستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، واللي هي أول محافظة تم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد. امبارح أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنظيم ملتقى للتوظيف بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وده لتوفير أكثر من 500 فرصة عمل بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص للشباب الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة. امبارح استقبلت هيئة ميناء الإسكندرية الدفعة الأولى لأوناش الساحة الكهربائية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض. المحطة دي بتعتبر أحد أهم المشروعات اللي بيتم تنفيذها، وأصبحت جاهزة لاستقبال السفن بعد وصول الأوناش اللي هتستخدم في الساحات الخاصة بالحاويات. امبارح أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة إنه تم توجيه 632 إنذار لأصحاب حيازات زراعية بمراكز الرحمانية وشبرخيت وأبو حمص، وده لأنهم لم يقوموا بتوريد كميات بلغت 605 طن من القمح.